قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي الشمس طلعت في الغروب. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اخر حاجة وصلنا لها في الصدفة ان احنا عملنا عمودين خارج الصدفة وتلاتة داخل الصدفة، بقى عندنا 5 اعمدة. وبعد كده خلصنا السطر وقفلنا المنزلقة، طبعا وبين كل صدفة والتانية عملنا السلاسل، قفلنا بمنزلقة. وهنيجي هنا فوق التلات سلاسل اللي هما الارتفاع، هرتفع 3 سلاسل 1 2 3، وهاجي فوق اول عمود هعمل عمود وتاني عمود والتالت والرابع، طبعا مع ارتفاع 3 سلاسل كده يبقوا 5. يبقى هندخل في فراغ الصدفة ونعمل 3 عواميد عشان يبقى عندنا عدد العواميد 8، 2 4 6 8. بعد كده هنرتفع 3 سلاسل وزي ما عملنا هنا في الصدفة هنعمل الناحية التانية، هنعمل برضو 3 اعمدة 1 2 3، وهنعمل فوق كل عمود عمود، ادي اول عمود التاني التالت الرابع الخامس، يبقى كده 8 اعمدة. بعد كده هنرتفع سلسلتين وهنيجي هنا في السلاسل هنعمل غرزة حشو وسلسلتين، ونعمل في الصدفة اللي جنبها على طول برضو 5 أعمدة، ادي 1 2 3 4 5 وتلات أعمدة داخل الصدفة 1 2 3، وتلات سلاسل وتلات أعمدة 1 2 3، وفوق كل عمود عمود، ادي 1 2 3 4 5. طبعا كان السطر اللي فات عدد الأعمدة داخل وخارج الصدفة 5، السطر ده زاد بقوا 8. هنكمل طبعا بنفس النظام، وبعد كده طبعا بنعمل سلسلتين ونعمل غرزة حشو في السلاسل، وبعدين سلسلتين وبعدين نكمل بقى عدد الأعمدة اللي في الصف. طبعا انا هكمل بقى كده للآخر ونرجع نكمل معه. كده نهينا السطر وعملنا منزلقة في اول 3 سلاسل ارتفاع، وهنرتفع 3 سلاسل 1 2 3، وهنعمل فوق كل عمود عمود، يعني هيبقوا 8 اعمدة. ادي اول 3 سلاسل ارتفاع كده عمود فوق العمود كده 2 3 4 5 6 7 8. كده انا نهيت السطر وعملت منزلقة وارتفعت 3 سلاسل، وهعمل فوق كل عمود عمود. طبعا احنا كان عندنا 8 اعمدة،
ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، وهعمل في فراغ الصدف عمودين سلسلة وعمودين. يبقى كده عندي 10 أعمدة. هنيجي في الأعمدة هنعمل فوق كل عمود عمود عشان يبقى 10 هنا و10 هنا. يبقى الإجمالي 20 عمود ما بينهم سلسلة. بعد كده هندخل في الصدفة اللي بعدها على طول من غير أي فوز، يعني هنعمل فوق العمود عمود وداخل الصدفة عمودين سلسلة عمودين، ونكمل باقي الأعمدة لآخر الصدفة. كده 7 8، وبعدين عمودين سلسلة عمودين. وفوق كل عمود عمود، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. وهدخل في الصدفة اللي بعدها على طول وهكمل طبعا زي ما عملت. انا هنا السطر وعملت منزلقة في اول 3 سلاسل ارتفاع، هرتفع 3 سلاسل 1 2 3، وهاجي في العمود اللي جنبه هعمل عمود. بعد كده هعمل سلسلة وهسيب عمود، وفي العمود اللي جنبه هعمل عمود. كده عمودين، وبعد كده سلسلة وهسيب عمود، وفي العمود اللي جنبه كده عمود. يبقى بين كل عمودين هنعمل سلسلة ونسيب عمود في السطر اللي قبل. يبقى انا بعمل عمودين وسلسلة وعمودين، وبسيب عمود تحت، وبعمل بسيب عمود في السطر اللي قبله، وبعمل سلسلة وبعدين عمودين. بعد كده هعمل سلسلة وهسيب طبعا العمود ده، وهاجي هنا في الفراغ اللي هو فيه السلسلة هعمل عمودين في نفس المكان. بعد كده هعمل سلسلة واسيب العمود ده، واجي في اللي بعده اعمل عمود، واللي بعده برضو عمود، وهعمل سلسلة وبعد كده سيب عمود وهعمل عمودين. بعد كده هعمل سلسلة وسيب عمود، وبعدين اعمل عمودين جنب بعض. يعني كام عمود؟ 2 4 6 8 10 12 14. طبعا اتنينات كل اتنين مع بعض وبينهم سلسلة. بعد كده هعمل سلسلة
واجي في اللي جنبه على طول اهو هعمل برضو عمود، واللي جنبه عمود، وبعدين سلسلة وسيب عمود، واللي جنبه على طول عمود. ادي واحد اتنين، سلسلة نسيب عمود ونعمل عمودين. ادي واحد اتنين، بعد كده نعمل سلسلة ونيجي هنا في الفراغ اللي هو سلسلة، كنا عاملين في السطر اللي قبله سلسلة بين العمودين دول ودول، هنعمل فيه عمودين في نفس المكان. ادي واحد اتنين، يعني قبل العمودين اللي هما في المنتصف دول في تلاتة، وبعدهم برضو تلاتة. نعمل سلسلة ونسيب العمود ده ونعمل عمودين. ادي واحد ادي اتنين، فوق كل عمود عمود وبينهم سلسلة. هنكمل بقى بنفس الطريقة كده لغاية الآخر، ونعمل منزلقة ونقفل السطر. نهيت السطر اهو، وعملت منزلقة في أول 3 سلاسل، وارتفعت سلسلة، وهعمل في نفس المكان غرزة حشو، وفي العمود اللي جنبه غرزة حشو، وهاجي هنا في الفراغ اللي بين العمودين هدخل فيه وهعمل غرزة حشو، وهرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وفي نفس المكان هعمل منزلقة. دي اسمها غرزة بيكو، مكونة من 5 سلاسل. وهاجي في العمود اللي جنبه هعمل غرزة حشو، وفي الفراغ هعمل غرزة حشو، وارتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهعمل منزلقة تاني. هاجي هنا في العمود غرزة حشو، في الفراغ غرزة حشو، وارتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهعمل غرزة بيكو تاني. في العمود اللي جنبه غرزة حشو اهو، وفي الفراغ حشو، وارتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وادخل في نفس المكان واعمل منزلقة عشان اثبت غرزة البيكو تاني. غرزة حشو، غرزة حشو، وارتفع. بنعمل غرزة البيكو في الفراغات اللي بين العواميد، 1 2 3 4 5، واجي هنا في نفس المكان اعمل منزلقة في العمود اللي جنبه غرزة حشو، في الفراغ حشو، وارتفع 5 سلاسل، وبعدين اعمل منزلق في نفس المكان اهو، برضو في الفراغ اللي جنبه هنا برضو غرزة حشو، وفي الفراغات كلها بنعمل غرزة بيكو، 1 2 3 4 5، نفس المكان منزلق. ده يعتبر اخر سطر في المفرش. كده بيكون المفرش بتاعنا انتهى. طبعا هنعمل كل المفرش بنفس النجوم. شايفين بعد ما انتهى بقى جميل ازاي؟ هنمشي بقى كده للاخر، ونوصل لاول غرزة بيكو، ونعمل منزلقة، ويبقى كده المفرش بتاعنا خلص. المفرش طوله كده 50 سنتي، والعرض 30، واشتغلته بخيط الصياد.
اللي هو زي خيط المنكس بالظبط، وإبرة رقم 4 دمتم في حفظ ورعاية الليل.